أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي، نكمل في الإسلامك. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الوحدة الثامنة. طبعا إيه ليدي خديجة؟ mother of the believers، أم المؤمنين. mother أم طبعا، of the believers اللي هم مين؟ المؤمنون، أم المؤمنين. طيب نبدأ بالكلمات. الكلمات الجزء الأول A، عندنا كلمة rightly بحق، جاي من كلمة right. steam معناها تقدير، steam steam. طيب مرتبة rank rank، مسقط رأس. native city native city. اشتاق longed longed. يتزوج marry يتزوج marry. طيب شرف honor honor. مكانة position position. بسبب on account of on account of. أدار تجارتها أدار تجارتها. managed her business managed her business. فضل أو آثر preferred، مش فضل وآثر، لا فضل وآثر، جاي من prefer يفضل. lead a happy life lead a happy life، عاش حياة سعيدة. نقولهم كمان بدون ترجمة: rightly steam rank native city longed marry honor position on account of manage her business preferred lead a happy life. طيب نروح بقى لإيه للنص نفسه. نبدأ بعون الله في الوحدة الثامنة. النص بقى بيقول لك: our lady خديجة بنت خويلد is known in history as lady خديجة mother of the believers. يعني سيدتنا our lady خديجة بنت خويلد is known، عرفت، جاي من الفعل know. in history history اللي هو مين؟ التاريخ. history اللي هو التاريخ. as عرفت كايه؟ lady خديجة، سيدة خديجة mother of the believers، أم المؤمنين. تمام. طيب she rightly gained this honor because she was the wife of Allah's seal prophet and the apostle Muhammad peace be upon him. هي rightly gained، استحقت بجدارة this honor، هذا الشرف. تمام. ليه بقى؟ لأنها because she was the wife of all. هي زوجة مين؟ الله السيل بروفيت، خاتم إيه؟ النبيين، رسول الله and the apostle ومحمد peace be upon him. يبقى هي استحقت ذلك. لماذا؟ لأنها إيه؟ the wife، زوجة of الله السيل بروفيت، خاتم النبيين and apostle محمد، والنبي محمد أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كمان she was also، كمان هي إيه؟ the first person، أول حد، أول شخص، أول بني آدم in the world، في العالم to believe in him، آمنت به and to adopt the new religion of Islam، وأن تعتنق الدين الجديد اللي هو مين؟ الإسلام. عشان كده that is why، ما تقلقوش طبعا دلوقتي هنقرأ الأسئلة ونفصفص الكلام ده ونفصله تفصيلا إن شاء الله. that is why، عشان كده she is always given the highest esteem، عشان كده بتاخد يعني بتقدر تقدير عالي جدا. esteem تقدير، position وضع اجتماعي طبعا، أمنا خديجة، and rank ونفس الحكاية برضو يعني وضع أو إيه أو مكانة، on account of the highest esteem of Allah's seal prophet and apostle Muhammad peace be upon him. ده طبعا ايه جايها من فين؟ باعتبار المكانة الكبيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم and the highest esteem of Allah's seal religion، وكمان للمكانة العالية لهذا الدين the religion of Islam through the seal revelation of the holy Quran، اللي من خلاله أتانا القرآن أو الوحي الخاتم القرآن the seal revelation of the holy Quran. يبقى الجزئية دي بتكلم عن السيدة سيدة خديجة، اسمها ايه؟ lady خديجة و mother of the believers، وان استحقت الكلام ده ليه؟ لانها the wife، الزوجة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وهي كمان اول حد آمن بالنبي the first person in the world to believe in him،
واعتنقت الإسلام. طيب ليه بقى خدت، ليه هي استحقت هذه المكانة الاجتماعية والكلام ده، جايه من فين بالضبط؟ زي ما قلنا طبعا احنا لما قلنا الشرف قلنا لانها زوجة، لكن لما بنيجي نتكلم بقى بالتفصيل عن المكانة الاجتماعية والوضع الاجتماعي والكلام ده، خدته من فين؟ خدته زي ما قلنا من ارتباطها بالنبي وارتباطها بالدين المرتبط بالقرآن، يعني ليست مجرد ارتباطها بمحمد وهو ليس نبي، لا، ارتباطها بالنبي محمد المرتبط بمين؟ بالله، السيل ريليجن، الدين الخاتم، المرتبط بايه؟ بالريفيليشن اوف ذا هولي قران. طيب نشوف الاسئله على الجزئيه دي عشان تفهموا كويس. وجاك في الامتحان وقال لك هاو از ليدي خديجه بنت خويلد نون ان هيستوري، هاو از ليدي خديجه بنت خويلد نون ان هيستوري، عرفت بايه؟ طبعا يقولنا ايه؟ ليدي خديجه ماذر اوف ذا بليفرز، ام المؤمنين، ماذر اوف ذا بليفرز. طيب من فين جاءها بقى؟ Why did Lady Khadija gain the honor of being mother of the believers? Why did Lady Khadija gain the honor of being mother of the believers? لأن زوجة النبي. Because she was the wife of the prophet. لأنها زوجة النبي. Because she was the wife of the prophet. طيب من هو أول شخص في العالم آمن بالنبي؟ Who was the first person in the world to believe in Allah's seal prophet? Who was the first person in the world to believe in Allah's seal prophet? طبعا مين؟ ليدي خديجة بنت خويلد. طيب ليه بقى أعطيت زي ما قلنا التقدير والمكانة ومش عارف ايه الكلام ده؟ زي ما قلنا نقرأ السؤال الأول. Why is Lady Khadija always given Why is Lady Khadija always given the highest esteem, position and rank? ليه كده يعني؟ أول سؤال الثاني، Why do Muslims esteem Lady Khadija highly? لماذا يقدر المسلمون سيدة خديجة تقديرا عظيما؟ Because she was the wife of the Prophet, she was the first person to adopt Islam. زي ما قلنا لأن أول حد آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها إيه؟ طبعا كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا من شوية كمان ان الكلام ده كله مرتبط بمين؟ بالـ religion of Islam، المرتبط بمين؟ بالهولي قرآن. طيب نكمل هناك. Our lady خديجة may Allah be blessed with her، may Allah be blessed with her رضي الله عنها، was really very rich، كانت غنية جدا، very rich and had a large trade، وكانت عندها تجارة كبيرة، في سوريا، في سوريا. Needed an honest man، محتاج رجل ايه؟ أمين، to look after her business، عشان يعتني بالبزنس بتاعها، تجارة. محمد was recommended to her as the most suitable man for the job. محمد تمام رشح، recommended يعني رشح to her، ليها، as the most suitable man، أنسب واحد. suitable معناه مناسب. For the job، للوظيفة دي. Since he was so famous، لأنه كان مشهور جدا، for his honesty، بأمانته، that the people of Mecca، his native city، called him الأمين، كانوا بيقلدونه، يسمونه بالأمين، the honest. He managed her business so successfully، هو أدار البزنس بتاعه إيه؟ بنجاح، and so honestly that he won her confidence and respect، لدرجة إن هو فاز بالثقة والاحترام بتاع السيدة خديجة. Many rich Meccans long to marry Lady خديجة. دخل هنا لجزء تاني. طيب ناخد الجزئية دي الأول نقولها تاني. قلنا يا جماعة إن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت غنية جدا، وكانت معها تجارة في سوريا، يعني بين مكة وسوريا، وكانت محتاجة رجل ايه؟ أمين، عشان يعتني بالبزنس بتاعها، فرشح لها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت very rich، وكانت محتاجة honest man to look after her business، ومحمد was recommended، رشح لها the most suitable man for the job. وطبعا هو ايه؟ يعني نجح الحمد لله، لأن الناس كانت في مكة بتلقبه بايه؟ بالأمين، الأمين يعني the honest. طيب هو بالفعل أدار البيزنس بتاعها so successfully، بنجاح رهيب. الأسئلة بقى المعطاه على الجزء ده بيقول لك Who did the people of Mecca call the honest؟
مين اللي كان ملقبينه أهل مكة بالأونست الأمين؟ يعني طبعا هي محمد صلى الله عليه وسلم. Who did people of Mecca call the honest محمد؟ How did محمد win خديجة's confidence and respect؟ كيف كسب محمد ثقة واحترام مين سيدة خديجة؟ How did محمد win خديجة's confidence and respect؟ طبعا ايه، he managed her business successfully and honestly، يعني هو ايه ادار عملها بنجاح وامانة. he managed her business successfully and honestly. تمام. How did محمد manage خديجة's trade؟ ازاي محمد صلى الله عليه وسلم ادار تجارة خديجة؟ طبعا ايه، honesty، بامانة، اهم حاجة في التجارة وامانة. Why did Lady Khadija want an honest man who was recommended to her؟ لماذا أرادت خديجة رجلا أمينا؟ Why did Lady Khadija want an honest man؟ تمام؟ طبعا to look after her business، عشان يعتني بالتجارة بتاعتها، يديرها، to look after her business. طب who was recommended to her؟ مين اللي رشح ليها؟ محمد was recommended to her، محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع تاني. بعد كده انتقل لجزء تاني بيقول لك ان many rich Meccans long to marry lady خديجة. ناس كثيرة من الأغنياء مكة كانوا مشتاقين أو عاوزين بشدة انهم يتجوزوا السيدة خديجة. but she knew that they were after her wealth. كانوا بيتطلعوا، they were after her wealth، كان بيتطلعوا لثروتها. so she preferred to marry the honest young man. آثرت أو فضلت، prefer، إن تتزوج الراجل الشاب الأمين، اللي هو طبعا مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد they were married، تزوجوا، and led a happy life، وقاد أو عاش حياة سعيدة صلى الله عليه وسلم. married and led a happy life. ماشي. إيه السؤال في الكلام ده؟ what made Lady Khadija refuse all the people who proposed to her؟ ايه اللي خلى السيدة خديجة ترفض كل من تقدم لخطبتها؟ what made Lady Khadija refuse all the people who proposed to her؟ طبعا ايه، هي كانت عارفة، she knew that they were after her wealth، كانوا ايه، they were after her wealth، كانوا يهتمون او معتنين بايه، او عايزين ثروتها. طب why did Lady Khadija prefer محمد؟ ليه اختارت سيدنا محمد بقى؟ Why did Lady Khadija prefer Muhammad to others؟ prefer Muhammad إيه to others؟ ليه فضلت محمد صلى الله عليه وسلم على الآخرين؟ أو who did Lady Khadija prefer to marry and why؟ مين اللي فضلت السيدة خديجة أن يتزوج وليه؟ طبعا إيه؟ لأنه كان أمين، because محمد was honest. بس كده، ده الجزء الأولاني. سنة تالتة دعواتكم، نكمل بعون الله في أي سؤال اسألوا براحتكم. دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.